احنا جينا نعبروا اليوم يا كاملين جميع المغاربه المسلمين وغير المسلمين باش نعبروا على هاد النكر اللي داروا لينا على لافان ديالنا. غير بقات لينا شهرين وقالوا لينا امنوا شو غنديروا لكم. دابا غندوخوا الموطو اللي ذبحوا. حنا هادشي ماشي في الاسلام ديالنا، خصنا نديروا لنا حل. Je me présente, je m'appelle Salah Eddin Oumaima et je suis ici aujourd'hui pour soutenir ma religion et que, Inch'Allah, on aura notre viande halal et c'est pour aussi plus tard la génération qui pourra assister à l'Eid. Nous sommes ici, nous sommes avec les frères et les musulmans. Nous avons créé Allah SWT pour les musulmans et nous devons être musulmans pour les mourir. Il باغيين يدفنوا هاد الشعائر ما يمكنلهمش نهائيا. فهاد الناس هادو اللي خداو هاد القرارات هادي وخداو هاد الفكره هادي راهم غلطين، لان الاسلام دين تسامح، دين تضامن، دين المحبه، دين الاخلاق. اي شيء كتجبر في الاسلام، فما يمكنش يعني ما يمكنش يضربونا ويتمروا هاد الشعائر بين الفينة والاخرى. فاحنا كنضمنوا مع الاخوان ديالنا كما قلنا. اللي كنستغرب سي سعيد هو ان غياب المنتخبون، يعني المغاربه اللي كنصوتوا عليهم حنا اللي كنعطيوهم صوتنا والائمه كذلك كنعطيوهم صوتنا، ما كايناش هنا ولا واحد فيهم. فينا هما هاد لي بارلومونتير اللي كنتكلموا عليهم اللي كنعطيوهم؟ لولا الصوت ديالنا ما كنا نشوفوهم هنا في هاد البرلمان البلجيكي. فهذه قضية ديال المسلمين، وحنا مسلمين وغادي ندافعوا على الدين ديالنا إلى آخر رمى. موجود الآن في هذه المبادرة ديال الإخوان على القضية ديال العيد. نعرفوا بأن الحكومة البلجيكية قررت بأن هذا العام ما غاديش نعيدوا، وخاصة الجهة الفلامنكية والجهة الوالونية، هذا قرار ديال هذه السنة في بروكسل كيقولوا حتى العام الجاي. ولكن هنايا ضامنا مع الإخوان اللي قرروا باش غادي الاخوان ديالنا ديال الوالونيه وديال الفلامنكيه اللي قرروا باش ما غاديش يشيروا العيد. دونك حنا مضامنين معاهم في هذه القضيه، وذلك يعني حنا غادي نحاولوا بحول الله مع الاخوان اللي هما مقيمين بهذا المشروع باش غادي نمشوا بعيد ان شاء الله، لان ما غاديش غادي نخلوهم يديروا كيما بغاو في هذه القضيه. نظرا مستعرفين بالدين الاسلامي، مستعرفين بالحقوق ديالنا، وما كنشوفوش علاش هذه سنين اكثر من 50 سنه وحنا كنعيدوا ما كان حتى مشكل الان كل واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنايا كاي مسلمه جاءت اليوم من اجل الدفاع على دينها وعلى سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ان اليوم منعونا من الاضحيه فغدا سيمنعوننا من الحجاب وسيغلقوا ابواب المساجد في وجوهنا. ونحن اليوم نقول وبصوت واحد، نحن المسلمين نحترم جميع الديانات، نحترم الديانه اليهوديه والمسيحيه ونؤمن بجميع الرسل والأنبياء، فبدورهم أيضا يجب عليهم أن يحترموا ديننا وأن لا يعملوا شيئا يكون بالنسبة لنا ولأولادنا فيه إساءة وفيه إهانة. فهذا يعني المنع من الأضحية فبالنسبة لنا زجر وقمع. يعني نحن يعني نؤمن إحنا الحمد لله في بلجيكا يعني بالاندماج مع الشعب البلجيكي، نحترم جميع القوانين، فهم أيضا يجب عليهم كحكومات وكجمعيات وكمسؤولين أن يحترموننا. والله إن شاء الله باذن الله سيوفقنا ما دمنا على قلب رجل واحد. وشكرا. الكاتبه العامه ديال الحزب الاصاله والمعاصره السيده لطيفه، كونك انك موجوده مع المسلمين، احكي لنا الوجود ديالك هنا اليوم.
اولا نبغي نقول لكم بان فرع الاسره والمعاصره بلجيكا يساند مسانده كامله قلبا وقالبا هذه المقاطعه، وكنعتبروا باللي هذا القرار القرار المجحف تنعدم فيه شروط الديمقراطيه. هذا القرار اولا كيف تنعدم فيه شروط الديمقراطيه اللي هي التشاور التفاوض والتصويت مع الممثلين ديال الجاليه والمجتمع المدني بجمعياته وممثليه. كذلك اليوم كنشوف غياب هاد الهيئات اللي نورمالمون خصها تكون هنا، كنشوف غير المجتمع من المدني. هي الهيئات تقصد اختلاط اكتيف ميزولمون ما كنشوفش مثلا الممثلين ديالها المنتخبون اللي صوتوا عليهم من المغاربه والمسلمين. كذلك كنشوف نسبه قليله جدا، شفت دابا مستشار ديال اللي كان كيتكلم معكم، وانما ماشي كافي، يعني غياب كبير وهذا الشيء ماشي معقول. هذا العيد يعني ان الهيئات اللي كنشوف انها هيئه المساجد قالوا باللي البارح في خطبه الجمعه حسب ما سمعت يعني العيد ما كاينش، ولكن هذا ماشي حال ان العيد ما نعيدوش يبقى الامر، يعني وليداتنا القدام يعني هذا الشيء غادي ينعدم مع المستقبل، وهذا الشيء ماشي معقول، وهذا الشيء خصو يتعاد فيه النظر. وكذلك انا كنشوف رغم هذه الجموع الكريمه ديال الناس، ولكن بالنسبه للعدد الغفير اللي يعني دونك بوحده فيها تقريبا 500,000 ديال المغاربه يعني ديالنا حنا مغاربه. كنشوف يعني نسبه قليله جدا مقارنه مع النسبة الكاملة أو العدد الإجمالي ديال المغاربة، يعني ما كاينش وعي كامل بهاد الوقفات. السي العبودي محمد كمستشار هنا في بلاد كبلجيكي، هنا كيف يعقل أن 3 ملايين ديال المغاربة مسلمين هنا في بلجيكا يمنعوا من الشعائر ديالهم؟ ولهذا لأن أنا كنتساءل مع هاد الأوروبيين اللي كيدخلوا 120 لاجئين كيدخلوهم وكيحرموهم وكيدخلوهم كيبلعوا، واش إذا كتدخلوا الناس عندكم حقوق الإنسان، عندكم حرية التعبير، عندكم أي حاجة وكتحرموهم الشعائر ديالهم؟ يجب على الأوروبيين على هذا الأوروبا اللي كتمنع هاد المسلمين باش يديروا الأضحية ديالهم. باش حنا كفانا، حنا كيخصنا كمسلمين كنطلب من هنا من هذا المنبر جميع القزارة اللي هما اللي عندهم اللي كيديروا مزارع اسلاميه حلال خصهم يبلعوا يوم العيد هاد 3 ايام، وخصهم اي مسلم اللي كديروا الغيره ديالو على الاسلام ديالو خصهم ما يضحيش. ماشي انا واعر عليا نذبح، انا عندي فين نذبح، عندي الديبو كيهز 40 ولكن لا، خصني نضمن مع الاخوان ديالنا، خصنا نكونوا كرجل واحد، خصنا نوقفوا بوقفات واحده. ولهذا انا اتحمل هذه المسؤوليه كمستشار هنا في بلادي، ماشي زعما اني اخاف يعني انا في الحزب ديال العمير ولا في انا كنتحمل هذه المسؤوليه، وكنقولها من جميع المسؤولين ولا سيما كنطلب من الاخوان مغاربه البرلمانيين ديالنا والسياسيين ديالنا يوقفوا وقفه واحده. ولهذا كنتحمل هذه المسؤوليه وكنطلب منهم باش كمسلمين اي جميع الاجناس باش نوقفوا كوقفه واحده. ولهذا ما خصهمش يمنعونا من الاضحيه ديالنا. ولهذا اليوم غيبلعوا لهم الاضحيه، غدا غيبلعوا لهم المساجد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. علاش انت موجوده هنا؟ انا موجوده تضامنا مع الاخوان الموجودين اللي الغيره ديالهم على الوطن وعلى الاسلام خلتهم يكونوا واقفين. وكنضيف على الاخت لطيفه اللي قالت ان كنحيي فيها الروح النضاليه، كنضيف على كلمتها بان عدم التواجد، احنا مش مهم عدم التواجد، الناس اللي عندهم الوقت وجاو اهلا وسهلا بهم، مرحبا بهم، دعمونا، خصنا نكونوا اكثر، ولكن الناس اللي حاضرين على الاقل ياخذوا مواقف ما يشيلوش الحواله، لان هذا سيكون له تاثير كبير على الاقتصاد البلجيكي وغيخليهم يفكروا. انا اولا كنشوف بلي ان الاحداث اللي طايره هذه الهجره وهذا الضهد من الاسلام، زولوا الفنارات، زولوا الجلالب، زولوا العيد، الو اش غيبقى لنا؟ غدا يزولوا الجوامع ان شاء الله، هذا الشيء اللي غيوصلوا له. اذا الجوامع ديالنا ما بغاوش باذن الله يتحركوا ويحسوا الناس بلي ان هذا راه خطر علينا. اولا حنا كجاليه مغربيه اصبحنا الان بلاشكا، يعني جنسين، من حقنا نطلبوا بحقوقنا. احنا بلاش كمسلمين، خصهم يعرفوها ونكونوا كلنا على كلمه واحده. اولا هذه الشيء الثاني اللي كنطلب على ان اذا سمحنا اليوم وما وقفنا شيء وما با في ان بويكوت غادي تستمر هذه الحاله الى ما
الى ما لا مدى. واذا نحن وانا كنشكر الامهات اللي جابوا ولادهم الصغار باش يحسوهم، لان هذا هو الجيل اللي غياخذ الشعله من بعد منا حنايا، نحن ماشي دايمين. هذا اني كنزيد كنضيف على واحد على هذه المناسبه، على اننا كيطلبوا منا باللي اننا نكونوا انتيغري، اوني انتيغري مي الوغ انتيغري اكيل مانيير. لانتيغراسيون سي ا دو سونس، ا ريسبكتي نو ريليجيون، ا ريسبكتي نو ريت، ا ريسبكتي نو تراديسيون، كوم نو نو ريسبكتون دون لي بيي اراب لي موسكي لي سيناغوغ اي ليغليز.